بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد خير الأولين وخير الآخرين. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر وخلق كل شيء بمقدار. هنتكلم النهاردة عن فضل صلاة الفجر، او ازاي المفروض الطبيعي انك تبدا يومك. يومك لازم يبدا بصلاه الفجر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا، اي تحضره الملائكه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا: من صلى العشاء في جماعه كانه قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. واخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بان وقت الفجر هو أول وقت